في صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي عمل حركه لطيفه قوي، وبعدين ايه بين بقى ان احنا ايه بقينا فاهمين بعض. المفترض يوم الثلاث 30 يونيو المفترض اجازه رسميه بمناسبه ام الثورات في البلد دي اللي هي ثوره 30 يونيو. فرئيس الوزراء فكر قال لك ايه؟ ما انا لو خدت اجازه يوم الثلاث فالناس هتلضم معاها الاربع والخميس والجمعه والسبت. فعمل ايه؟ قال لك بدل اجازه الثلاث تبقى يوم الخميس، فالناس تاخد خميس وجمعه وسبت. والله العظيم ربما تكون حاجه صغيره جدا، بس انا بأحيي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لان هنا بتقول لنا ان الراجل ده فاهم. وبدل انا ما اخد مش عارف ايه الثلاث وبعدين ارضه من الاربع والخميس والجمعه والسبت، فعملها بقى عندنا اجازه خميس جمعه سبت وهكذا. يبقى الناس بتفكر بشكل ايه؟ الناس عايزه ايه ونعمل ايه؟ نريح بعض. زمان كان في قاعده تقول لك ايه؟ الحكومه بتتعامل بمنطق، طالما اقدر اتعبك اريحك ليه؟ دلوقتي الحكومه بتتعامل لا، طالما اقدر اريحك هريحك مش هتعبك. تحياتي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الكلام كتير جدا الحقيقه حوالين قطاع الاعمال. اذا كنتوا حضراتكم لسه فاكرين شركات قطاع الاعمال العام واللي حصل في القانون والشركات اللي اتباعت والشركات اللي اتصفت والشركات اللي ما زالت باقيه، وكان في كلام حوالين طرح بعض الشركات المتبقيه في البورصه، وجت كوفيد 19 والمسائل اتاجلت شويه. انما في كلام مهم جدا حوالين ان مصر ستبدا في انتاج السياره اللي هي الكهربائيه، على اساس ان السياره دي هي الاتجاه اللي موجود في العالم كله، وان الناس العالم كله بدا بيتجه الى استعمال هذه السياره. على التليفون معي المحترم الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال. اهلا وسهلا سعاده الوزير. اهلا وسهلا بيك سعاده الوزير. انا الصوت مش واضح عندي، استسمحك لو حضرتك تتحرك ليمين او شمال شويه. ثانيه واحده. اتفضل يا فندم. كده احسن شويه؟ يا فندم اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك سيدي. في ملامح الجديده لقانون قطاع الاعمال يا سياده الوزير، حوالين تمثيل عمال بمجلس الاداره، وحوالين الفصل بين منصب رئيس الشركه والعضو المنتدب، وفي كلام حوالين تصفيه الشركات الخاسره، يعني حاجات مهمه جدا. هل ممكن فكره حوالين قانون قطاع الاعمال الجديد يا فندم؟ يعني في عباله كده، لان دول 16 بند جديد، انما اهم حاجه انه الاشرح بس ان شركات قطاع الاعمال العام دي قانونها 91 اتعمل بعد 30 سنه من انشاء شركات القطاع العام، سواء المؤممه او اللي انشات جديد في عهد الرئيس عبد الناصر، وهي شركات جزء منها عملاق، والحقيقه بتاعتها ب 30 سنه يعني تولدت قناعه لدى الحكومه ان احنا ضروري نشتغل الخاص. فكان قانون 203 ل 91، وللاسف جه في كثير